نبدأ مرة أخرى الحوار مع الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع. دكتورة، كنا نتحدث عن الواقع ونسأل ماذا حدث وعن الشخصية المصرية. نعم، الحقيقة احنا عشان نتكلم على المصريين مش هنقدر نتكلم على المصريين باكج واحدة. يعني لو احنا بصينا للمصريين في إطار الظواهر السلبية اللي بتحصل والمشاكل الاجتماعية اللي بتحصل ودرجة تأثيرها ودرجة تأثرهم بيها ودرجة التزامهم بالقيم الفطرية بتاعتهم، هنجد ان المصريين هنا ممكن نقسمهم ثلاث شرايح. شريحة اللي مش فاهمين، ودول للأسف الوعي الحقيقي سواء الوعي الديني أو الوعي المجتمعي أو فهم العديد من الألعاب اللي بتحصل حواليهم أو المشاكل اللي بتحصل أو حتى الوعي في استخدام الأدوات التكنولوجية ضعيف، ودول مسؤوليتهم على المجتمع وعلى مؤسسات المجتمع وعلى الأطر المجتمعية إزاي إن إحنا ننمي الوعي السليم سواء كان وعي ديني أو وعي ثقافي أو وعي اجتماعي أو وعي إنساني أو وعي حتى قانوني. الشريحة الثانية وهي شريحة اللي مش قادرين زي أنا وحضرتك والناس المثقفة والناس اللي فاهمة والناس اللي عندها قيم إيجابية ولكن أدواتها ضعيفة، أدواتها ضعيفة في السيطرة لأنه لا يستطيع أنه هو يسيطر على أوضاع كثيرة داخل المجتمع. نيجي للشريحة الثالثة وبرغم أن هي صغيرة إلا أن هي مؤثرة، وهي شريحة اللي مش عايزين، مش عايزين الأوضاع كويسة، مش عايزين الدنيا تبقى كويسة، مش عايزين الأمور تمشي صح، يا إما لأن هم مأجورين، يا إما عندهم عقد، يا إما عندهم مشاكل، يا إما الأوضاع دي بتخدمهم فهم يسعوا إلى عدم التصليح أو إلى إزادة عدد بيحاولوا يزودوا اللي مش فاهمين عشان يقدروا يوجهوهم بالطرق اللي هم عايزينها ويقوموا اللي مش قادرين ويضعفوا أدواتهم فيخلوهم ما يعرفوش يلعبوا الدور الإيجابي السليم. طب إحنا عشان نصلح بقى ونساعد الشخصية المصرية لازم نفهم اللي مش فاهمين اللي هم ما يعرفوش، وهنا الدور مؤسسي على المجتمع كله سواء الإعلام أو التعليم أو إحنا كلنا كأفراد في إطار المسؤولية الاجتماعية إن إحنا نسعى جميعا لنشر الوعي السليم سواء كان وعي ديني أو وعي ثقافي أو وعي مجتمعي أو وعي إنساني أو وعي قانوني بكل الأدوات في إطار المسؤولية الاجتماعية سواء كانت مسؤولية مؤسسية أو مسؤولية أشخاص. ونقوي اللي مش قادرين، نديهم أدوات، نساعدهم بأدوات كثيرة جدا بحيث ان هم وطنيين يسعوا لصالح الوطن، يسعوا لصالح القيم، يسعوا لصالح الإنسان، يسعوا لصالح إعمال القانون، فلازم نساعدهم بأدوات بأن هم اللي يشغلوا المراكز المطلوبة، يكون عندهم أدوات، يكون في أطر اجتماعية يعرفوا ان هم يلجأوا ليها ومرجعيات تساعدهم عشان نقدر نقاوم اللي مش عايزين لينا الأمان أو الاستقرار أو الوعي أو الفهم السليم. لازم نتحرك مع الثلاث شرايح دول بمنطق كل شريحة يلزمها إيه عشان نصل في النهاية الهدف النهائي وهو الحفاظ على القيم المصرية والمجتمع المصري. طب عشان نحافظ على القيم هل بالقوانين فقط؟ لا طبعا، لأنه الأهم من سن القوانين بيئة القانون، البيئة اللي بيطبق فيها القانون سواء من ثقافة قانونية عند أصحاب الحقوق أو مرجعيات يقدروا إن هم يلجأوا ليها عشان يعرفوا يوصلوا إن هم يحلوا مشاكلهم، أو أدوات من خلال لوائح وقوانين وضبط والعديد من الأطر القانونية. لكن المجتمعات لا تبنى أبدا بالقانون، المجتمعات بتبنى بأربع مرجعيات أساسية. المرجعية الأولى اللي هي المرجعية الأخلاقية ودي القيم الإنسانية العامة، لازم الإنسان يشعر أنه قيمة عليا، لازم الإنسان يشعر بقيمته كإنسان، أنا إنسان أنا راقي بكل المقاييس، فعندما يقتنع الإنسان بقيمته الذاتية ويشعر أنه إنسان يتبنى القيم الإنسانية ويسعى دايما للرقي. ودي المرجعية الأخلاقية لا تختلف عليها من دولة لدولة ولا من ديانة لديانة ولا من أي شيء، لأن هي في الآخر لصيقة بقيم الإنسان، الإنسان في حد ذاته احترامه لقيمته كإنسان واحترامه لآدمية وإنسانية الآخرين. المرجعية نمرة 2 وهي المرجعية الاجتماعية.
ودي لا تتعارض ابدا مع المرجعيه الاخلاقيه ولكن تفاصيلها اكتر. فنجد مثلا ابناء القريه ليهم مرجعيات غير المدينه، ابناء عائله معينه، ابناء مجتمع معين عن مجتمع اخر، ابناء ديانه معينه عن ديانه اخرى، ولكن في الاخر لا تتعارض مع القيم الانسانيه الاخلاقيه ولكن تفاصيلها اكتر، وهي ملزمه لمن يتبناها. وكل مرجعية من دول ليها أدواتها وليها عقوباتها وليها أدوات السيطرة بتاعتها. يعني المرجعية الاجتماعية فيها عقوبات شديدة جدا، النبذ، الاحتقار، التوبيخ، التجريس، الرفض، عدم التعامل، عدم الاحترام، عدم التقدير، كل دي مرجعيات إذا مارستها المجتمع بيضبط حاجات كتيرة جدا. نيجي للمرجعية نمرة 3 وهي المرجعية المؤسسية. كل مؤسسة ليها مرجعياتها، من أول مؤسسة الأسرة بمرجعياتها النسبية لمؤسسة المؤسسات العمل، مؤسسات اقتصادية، مؤسسات تعليمية، مؤسسات اقتصادية، مؤسسات سياسية، ولكن لا تتعارض مع المؤسسة الاجتماعية، هي تستمد منها ولكنها أكثر تفصيلا ارتباطا بأعضاء المؤسسات، ولا تتعارض مع الأخلاقية لأن هي الأمبريلا الكبيرة اللي بتتم في إطارها تطبيق منظومة القيم. آخر مرجعية يا أستاذ مصطفى المرجعية القانونية. فإذا ارتكزنا على المرجعية القانونية فقط دون المرجعية الأخلاقية والاجتماعية والمؤسسية لن تستطيع المرجعية القانونية أن تحقق شيء، لأنه في الآخر القائمين عليها جايين من المرجعيات اللي قبل كده، والمرجعيات اللي قبل كده تشكل البيئة اللي بيتم فيها القانون، وبالتالي القانون لوحده لا يكفي أبدا. يعني أنا بستغرب جدا ساعات نلاقي كل مشكلنا عايزين نعالجها بالقانون وعايزين نعالجها بالشق القانوني والتشريعات والشق المادي. طب الأهم الثقافة، الوعي، العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية اللي هي لن تقطع للقانون بأي حال من الأحوال. يعني حتى قضايا الأسرة أصبحت تعالج جميع قضايا الأسرة من انحرافات، من طلاق، من علاقات، بنبص لها من الجانب والشق القانوني فقط، والشق القانوني لا يستطيع أن يحلها أبدا. قد يكون عامل مساعد لكن لن يكون العامل الأساسي أو العامل المحرك الأساسي طبعا مع